بالجمهور الصامت بالجنوب. كيفك هاي محمد؟ جو شيف ثانك يو لاستضافتك، ثانك يو لفريق العمل. نحن كيفك انت؟ نحن نعتز فيك، نحن نعتز فيك وبنكبر فيك بهذا البرنامج بهذا التواجد بشهر تسلم. رمضان تسلم حبيبي، كسر الدنيا، اسم الله عليك حبيبي. رمضان كريم الله وعليك وعلى المشاهدين، ان شاء الله بتنعاد هلا على الكل بالصحه. معقولي قد ما جابوك بسرعه بالهليكوبتر جيت بسرعه سبقتني لهون؟ ما انا كنت كتير حابب اطلع كمان عشان هيك وبدي اشوفك، قلت مشتاق لك، فقلنا بالهليكوبتر. بالهليكوبتر ما عندي مشكله. بالهليكوبتر تفضل، شوف شو عندي، جيب لك اغراض. شوف شو في، شوف هيدا، شوف شو في عنا، في عنا كتير قصص. وشو بدك تحكينا على جديد؟ انت المراسل. اوكي اليوم انا مساعد اليوم. اليوم 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 بدنا نراسل من غير محل، من الجبهة الجنوبية لمطبخ تلفزيون جديد وشيف أنطوان تحديدا. اليوم مثل ما شفتوا بالفيديو قبل ما تبلش الحلقة، في عنا ثلاث شغلات رح نحضرها: ستروغانوف لحمة مع رز، جلاب وحدف. مانيو حتكون فل، الحلو والدسير والدرينك والمين دش. وأكيد جاي نتعلم من الشيف أنطوان كيف تنعمل هيدي الصحون كرمال ناكلها بأفضل وأحسن طريقة. تابعونا تابعونا. ميرسي لك، ميرسي. الجديد لكم فينا هلا من بعد ما تخلص من هون، عرفت الهليكوبتر بعد ناطره برا، بعتناها بعتناها على محل ثاني كرمال تكون موجود. كيف الوضع بالجنوب هلا؟ الجنوب الله يساعد الجنوب. نعم الجنوب لو شو ما صار فيه بضل قوي. اكيد الجنوب بضل حاضر، اهله بضلهم قوايا كل الوقت. صحيح في كتير دمار، في كتير بيوت بالارض، في حرب بالجنوب، بس ولا مره شفنا يمكن اولاد الجنوب واهل الجنوب عم يضعفوا او عم ينهزوا. كرمال هيدا الشيء دائما بنقول انه اهل الجنوب رغم كل شيء عم يمرق عليهم بضلهم قوايا وبضلهم موجودين بالمحل اللي لازم يكونوا فيه موجودين. تسلم تسلم. من الجديد ومن مطبخ شيف أنطوان مع مراسل الجديد، تحياتنا الى كل للكل. الشعب الصامد صح. بالجنوب وكل اهل لبنان اللي هن متعاطفين معه. هاي الزبده حطيناها هون. هلا خبرني بالمراسل شابوبا حبيبي، ثانك يو. بس بالطبخ كيف؟ نزل لي هالبسطه هيك لشوف كيف نزل. نزل هيك زحطها تصحيط. لا بالطبخ بيعجبك كمان. بس حرك لي. بس مش اوكي، مش انه مثل كتير يعني، بس انه فيني اعجبك شوي بالطبخ. بقدر يعني بقدر اقلل بصله بالزبده. بتقدر تحركها هي. ايه برافو. يعني هاي الطبخه بتحبها كتير، هاي تكله طلبتها. بحبها، من طبخات المفضله عندي اكيد، ان كان اللحمه او حتى الدجاج، اثنيناتهم طيبين. انا من طبع بحب الكريم فريش يعني. وبحب الفطر دايما، ما بنكتر كثير زيت. ايه كرمال كوليسترول. ايه شفت كيف؟ هول زيت الجيروني ما فيهم كوليسترول. تمام تمام تمام. دغري صامدين. خايف. حرك لنا هون. طلع